بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. فتحت اتفرج على مباراه ايطاليا وتركيا في افتتاح اليورو النهارده، قلت اتفرج على مباراه حلوه ومباراه ممكن تكون نوعا ما جميله عكس توقعاتي، اللي هو توقعات ان اللعيبه هتبقى جايه من الدوريات تعبانه والحاله الفنيه تكون سيئه. لقيت ان منتخب تركيا مقرر ان هو يلعب زون ديفنس ويعتمد على المرتدات، ونستغل ان الاثنين مساكين بتاع المنتخب الايطالي بطاء. طب ايش، طب انت عندك اجنحه سريعه والكلام ده؟ لا. طب عندك مهاجم سريع؟ لا. طب انت بتعرف تقطع الكره السامه من منتخب ايطاليا؟ لا. طب انت بتلعب كده ليه يابا؟ قال لك لا، ما احنا يمكن بقى ربنا يكرمنا ونطلع بنقطه، او يمكن ربنا يكرمنا نخطف مرتده وتحصل صدفه كونيه. ما قلت بس الموضوع ده انا عارف اوله من اخره، ايطاليا هتجيب جون كده كده، او لو ما جابتش جون الماتش هينتهي 0-0 وايطاليا تفضل تلعب اون سايد جيم. لو جابت الجون الاول خلاص الماتش هيفتح وهتجيب الثاني والثالث. ما جابتش الفرقه دي عمرها ما هتكسب لو اتنططت. قلت راح اتفرج على مباراه الجزائر وتونس، اهي مباراه فيها قمه كده لذيذه من قمم شمال افريقيا اللي احنا بنحب نتفرج عليها، الجزائر وتونس، المغرب وتونس، تونس والمغرب، الماتشات الحلوه اللي بنحب نتفرج عليها دي. وفيها نكهه مصريه كمان، حكم المباراه النهارده كان محمود معروف، وايه كمان علي معلول ولدنا، ولد حقنا اللي احنا كنا بنتمنى ان هو يشارك، وراجل فعلا شارك، وكمان ولدنا برضه رياض، ما انا بشجع مانشستر سيتي والاهلي، ف كنت جاي المباراه دي مشارك بسهمين لا مؤاخذه، بعلي معلول ابننا وبرياض محرز ابننا. قررت ان انا اقعد اتفرج على المباراه، لقيت ان منذر الكبير مدرب تونس، ما تيجي نلعب زون ونعتمد على المرتدات. طب اللي هو، طب انت عندك مشكله، معلش يعني انت عندك حارس مرمى ضايع اللي هو المعز حسن، وعندك خط دفاع نوعا ما ما يشيلكش انك تلعب مباراه زون ديفنس قدام الجزائر. انت بتفكر ازاي يا عم منذر؟ هي ليله الماتشات الدفاعيه بالنسبه لكم كمدربين؟ طب هتعرف تدافع ازاي يا عم منذر؟ قال لك انا بعرف ادافع، احنا الفرقه دي بتاعتنا معروفه عنها بالطريقه الدفاعيه. انت ما شفتش شوط قبل المباراه كان بيقول علينا ايه؟ كان بيقول ان احنا اتلتيكو مدريد، فاحنا خلاص بقى صدقنا ان احنا اتلتيكو مدريد. هوب بيجوا لابسين جون في اول نص ساعه، او نص ساعه، ده اول نص ساعه كان جونين اساسا. اول 18 دقيقه بيقدر بغداد بنجاح يكتشف ان انا لسه سفاح زي ما انا، والراجل بيسجل هدف الاول. ايه بقى اللي حصل وايه اللي اتغير تكتيكيا النهارده؟ مش محتاج اقول لك، مفيش حاجه اتغيرت غير ان منتخب تونس كالعاده قرر ان هو هيحط الباص كده كده هيدافع، يعني هيدافع. فما حسيتش ان جمال بالماضي غير نص الملعب، اللي هو جمال بالماضي غير نص الملعب ده ما كانش موجود في مباراه مالي. ليه بقى؟ الراجل قال لك ان احنا محتاجين نعمل تغييرات، مثلا هنخلي رامز زاروك هو مستمر، وهنحط جنبه هاريس، وهنحط جنبه كمان سفيان فغولي، ودول الثلاثه الموجودين في نص الملعب، قدامهم رياض ومعاهم كمان يوسف البلايلي وبغداد بنجاح، وعندنا استمرار في خط الدفاع على جمال بالعمري وعيسى مندي، وموجود على شمالهم رامي بن السبعيني ويوسف عطال ناحيه الشمال. قلت بس راجل برنس والله، الراجل بيعمل الشغل الصح، اللي هيطلعه بالثلاث نقط واللي هيطلعه كمان باستمرار السلسله ويوصل للمباراه 27 ويتعدى منتخب كوت ديفوار بمباراه علشان خاطر يفضل مستمر بنفس السلسله. النهارده كان في واحد بيقول لي ان منتخب تونس هيكسب، بتقول له انت ما تعرفش منتخب تونس. ليه بقى؟ كنت مرن على خساره المنتخب التونسي، لان زي ما قلت لك المنتخب التونسي بكره نظر الكبير بيقرر ان هو يعمل مباريات دفاعيه قدام الفرق الكبيره. المباريات الدفاعيه دي بيكون عندك فيها مشكله في خط الدفاع وحرس المرمى، خط الدفاع وحرس المرمى ما يساعدوكش انك تلعب مباراه دفاعيه في دار وطنيه اساسا. فانت بتلعب مباراه دفاعيه قدام منتخب الجزائر اللي هو تنين افريقيا حاليا باتنين مساكين، معلش يعني زي ديلان دي، لا ديلان ده نفسه اعرف لحد دلوقتي مجنسينه ليه، وكمان يوسف ياسين مرياح، وطبعا معز حسن اللي هو رامده. خط دفاع حارس مرمى يخلوك اساسا تبقى مرعوب وانت بتهاجم، ومرعوب وانت بتدافع، ومتكهرب وحاسس ان في مشكله. يا راجل اتفرج على حارس المرمى في الهدف الثاني بتاع رياض اللي هو الضربه الثابته اللي بتخصص رياض محرز كالعاده بيسجلها، بس لا هي من حارس المرمى، هي الكره من هو تمركزه زي الزفت، غير ان هو اساسا متحرك غلط وحدته كانت منيله ب 60 نيله. بس كالعاده يا صديقي زي ما قلت لك المشكله فين؟ في المدرب اللي بيقرر ان هو يعمل مباراه دفاعيه، بس بعد ما لبس الهدفين قرر ان هو يشوط الثاني. ما تيجي نغير، ما تيجي نطلع نعمل مباراه هجوميه كده. رياض محرز واكل عيش الناحيه دي على اسامه الحدادي، لا انا هطلع اسامه الحدادي وانزل علي معلول. طب علي معلول ما لعبش ولا مباراه مع النادي الاهلي، انت مربوطه المنتخب ليه؟ مزاجي بقى، علي معلول معروف ان هو كفاءه، وعلي فعلا لما نزل كان خطير جدا، والراجل كان بيقدم اداء كويس جدا، بجانب كمان ان هو نزل منتصر طلبي وطلع ديلان، شاف ان ديلان خلاص خربها، فالراجل ادى واجبه وشكرا جزيلا يا عم ديلان على ال 60 دقيقه الحلوين دي، ويلا محتاج ان انت تتغير. والراجل برضه نزل حمزه رفيعي، وكمان نزل سيف الدين الجزيري، سيف الدين الجزيري بتاعنا بتاع نادي الزمالك، اللي هو مباراه مغاربيه بنكهه مصريه.
ويلا بقى نهاجم. لا ما انا نسيت اقول لك ان منتخب تونس ما بيعرفش يهاجم اساسا، ان هو احنا بندافع بس وما بنعرفش ندافع وبنهاجم وعندنا مشكله هجوميه. اللي هو انت تعرف حسام البدري؟ والله اكيد تعرف حسام البدري، والله ما هو احنا اخوات واشقاء وكله، بس اكيد تعرف حسام البدري ان تركيبه المنتخب التونسي دي والجمهور التونسي نفسه يتفرج على كوره يا عيني، يعني زيهم زينا والله، نفسهم يتفرجوا على منتخبهم بيلعب كوره. بس لما المنتخب بيلعب بيلعنوا ابو الساعه اللي اتفرجوا فيها على ماتش المنتخب ده، يعني المنتخب بيقدم اداء سيء جدا، لا تعرف الفريق عارف يدافع ولا الفريق وهو بيهاجم خطير. المنتخب التونسي ما تقدرش تحدد لهم اي ملمح خالص، لان انت مش فاهم اي حاجه حرفيا. ايه نقطه قوه الفريق وايه نقطه ضعف الفريق؟ انت مش فاهم اي حاجه والله. هو منتخب تونس كده تركيبه ما يعلمهاش الا ربنا والمدير الفني بتاعهم. اما بالنسبه للجمهور فزي ما قلت لك، الشوط الاول حبوا يدافعوا لبسوا جونين، الشوط الثاني حبوا يهاجموا ما عرفوش يسجلوا اي اهداف. انت منتظر الجمهور التونسي هيبقى طالع مرضي ومبسوط على مباراه زي دي ازاي؟ يا عم الله يكون في عونهم ان هم بيتفرجوا مع منتخب زي ده. انا مجرب الموضوع ده مع منتخب مصر والله، فاكتر واحد حاسس باخواننا التوانسه دلوقتي وحاسس بالموقف بتاعهم. اما لو انت شخص جزائري فالف الف مبروك يا اسطى، عديت دلوقتي انت السلسله بتاع منتخب كوت ديفوار وبقيت دلوقتي قدامهم بماتش 27. انا قريت الاحصائيه كان 26، لو اقول لك ان انت تزود مع منتخب كوت ديفوار يبقى لا مؤاخذه هم اللي غلطانين، مش انا اللي قريت في موقع غلط، هم اللي غلطانين مش انا يا صاحبي. ولو وصلت معايا لحد هنا فانت برنس والله وكفاء، او ممكن تعمل لايك للفيديو وادعم اخوك عشان ربنا يكرمنا ونغير ام الخلفيه من اللي نفس التين نيله دي. ولو ما عجبكش الفيديو برضه اشتم اخوك وقول له ما تغيرش الخلفيه دي وقفلها هلا وهات دولاب فهلا بالاخر.